ما زلت رجعت وقتها من السعوديه. سي حميد اديب الله يرحمه قال لي مشكل بن محمود، مشكل احنا ديما كنا ديما نلعبوا ضد الجونيور، نعرف خذوا عنا نبيل، طلع نبيل نشوف يعني ولا فكره، جابوا ضد ما قالين لعب شوي لعب يمكن من بعد لعبوا ضد ساتونيزيا، صحيح ولا ضد ساتونيزيا نعطيوها اربع مركز من وقتها انطلقت. يعني انا ساهمت المنتخب بالنسبه لنا احنا شيء، احنا الناس كلها وانا قلت الجمهور لازم يجي حسن، ما فما جمهور جمهور المنتخب محتاج الى جمهور الوقت حاضر المنتخب، فوز المنتخب ومن على جامع كرة القدم التونسية بصراحة كلها، لكن انا نقول عندنا امكانيه كبيره باش نفوزوا على الكابون، احنا ما نكبروهاش ما نقولوهاش ما نحطوش بريسيون كبيره على جوارنا ونبيل يعرف الاهم شيء ونحضروا المباريات القادمه، صحيح محطه هامه كاب فير، لكن اعتقد ان عندنا امكانيات الفوز وعندنا امكانيات وعندنا لاعبين كلهم مركله محترفين عندهم خبره كبيره، لكن احنا عندنا ثقه كبيره في ولادنا في المدرب باش نفوزوا ونمروا المرحله القادمه.